وصلت القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بقرية عرب الشنبلة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وصلت أعمالها في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية. ونجحت القافلة على مدار يومين في توقيع الكشف الطبي على 1800 مواطن في 10 تخصصات طبية، وتم صرف العلاج لهم بالمجان. النهاردة احنا في قفلة طبية، بيبدأ المواطن المصري بياخد الاستمارة دي مجانا، دي بمثابة كارت التعريف ليه، فيها كل البيانات بتاعته، وبعد كده بيتجه للتخصص اللي هو محتاجه. احنا بنفحص المواطن فحص كويس قوي، وبنحدد اذا كنا محتاجين تخصص تاني بنبعته بنفس التذكرة، او بنحتاج تحاليل طبية فمعنا معمل على أحدث المستوى وفي كل التحاليل الطبية وبرضه بالمجان، أو بنعمل له أشعات وبعد كده بنحدد هل هياخد علاج وبإذن الله هيبقى كويس قوي، أو بيكون في ناس عندهم أمراض مزمنة، ده بنعمل لها قرارات نفق الدولة عشان تصرف العلاج بالمجان، عشان المواطن المصري يستحق كل شيء كويس. عندنا الأدوية لجميع التخصصات العلاجية، بطنة، جراحة، عظام، أنف وأذن، بنخدم جميع التخصصات. وعندنا هنا في العربية العلاجية كل الأدوية لجميع التخصصات، وعندنا برضو بنقدم خدمة التحاليل والأشعة للمرضى، بنقدم الخدمة الطبية كاملة خالص للمريض، بحيث أن يبقى كل حاجة بيلاقيها إن شاء الله هنا في القفلة الطبية.